حول هذا الموضوع قال سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إن البحرين تعمل على وضع بنية تحتية لرواد الأعمال، ويبقى الدور الأكبر على رائد العمل للاستفادة من الامتيازات. احنا في غرفة التجارة وصناعة البحرين وأيضا الحكومة برئاسة سمو ولي العهد وجميع اللي يعملون لنشأة قطاعات متناهية الصغر والصغيرة وهذه المؤسسات تعمل على وضع بنية تحتية حق رواد الأعمال ومستفيدين من هذه الشركات. فيبقى الدور الأكبر على صاحب العمل أو رائد العمل أنه هو يواصل ويستفيد من هذه الامتيازات اللي موجودة والضمانات إذا هو تعثر أو حصل له مشكلة راح يتم دعمها في الحكومة. طبعا احنا دائما نتكلم في ريادة الأعمال أو في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن للحظ في دور 1%، الموهبة والابتكار لها دور أيضا 1%، لكن عدم الاستسلام والمواصلة هي تشكل 98% من نجاحك ومواصلتك. وهذا اللي احنا نعمل كلنا مع بعض على أساس أن نأكده ونسوي. طبعا الجائحة فرضت قطاعات جديدة وفرص جديدة، احنا بالعكس احنا حولنا مملكة البحرين هذه التحديات إلى إنجازات.